ولد الشيخ محمد الحبيب بالخوجة في 24 من أكتوبر عام 1922 بتونس العاصمة لعائلة تجل العلم والعلماء. يعد الشيخ محمد الحبيب بالخوجة من فقهاء العصر الحديث، ترك بصماته في العالم الإسلامي من خلال مؤلفاته العديدة وإدارته لمجمع الفقه الإسلامي. تلقى علومه الشرعية في جامعة الزيتونة بالعاصمة على يد كبار علمائها ومحدثيها، ومن أبرزهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وتخرج منها بشهادة العالمية وهي أعلى شهاداتها عام 1946 ميلادية. التحق بالتدريس في الجامعة الزيتونية عام 1951 ليترقى فيها من مدرس إلى أستاذ مساعد، ثم إلى أستاذ مشارك، ثم إلى أستاذ للشريعة والدراسات القرآنية بكلية الشريعة. التحق بداية الستينيات من القرن الماضي بجامعة السوربون في باريس التي نال منها شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وقد درس الفرنسية وتواصل مع أبرز المستشرقين في تلك الفترة عام 1964. عاد إلى تونس للتدريس في الجامعة الزيتونية وليتولى أيضا منصب عميد لكلية الشريعة وأصول الدين بين عامي 1970 و 1976. في العام 1976 عينه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مفتيا للديار التونسية ليستمر في هذا المنصب حتى عام 1984. اختير أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في عام 1984 ليستمر على رأس المجمع لمدة 27 عاما، قدم خلالها عشرات المؤلفات والمراجع، وطور من آلية عمل مجمع الفقه الإسلامي ليصبح مرجعا لعموم علماء المسلمين من شتى بقاع الأرض. ومن أبرز مؤلفات العلامة الشيخ محمد الحبيب بالخوجة كتاب مواقف الإسلام، يبحث قضايا مختلفة معاصرة من وجهة النظر الإسلامية، تحقيق إفادة النصيح في رجال الجامع الصحيح لابن رشيد، تحقيق السنن الأبين في السند المعنعن لابن رشيد، تحقيق كتاب ملء العيبة 5 أجزاء لابن رشيد، تحقيق منهج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطجني، كتاب يهود المغرب العربي، كتاب شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، كتاب بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة. توفي العلامة الشيخ محمد الطاهر بالخوجة في 17 من يناير عام 2012 عن عمر ناهز 90 عاماً.